السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي يا نظر عيني، اليوم الخميس ليلة الجمعة، اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. فبذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الله يطمئن قلوبكم بالدارين الدنيا والآخرة، ويستر عليكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، قولوا آمين. أعزائي الغالين، بس خلص من المزرعة، نتبت ونظفت وعدلت وخليتها يوسوى حين إلى وين حرية؟ هذا أنا في الورقة في الورقة في الورقة. وقال أوقف على مالك ولا عشرة من عمالك، وخذوا كلامي بتنجحون. هي نعم. المهم الحين يا طويل العمر بطلع بعد بشر في هذا المطبخ، المطعم المطبخ قصدي هذا المطبخ الجزء الثاني، بشوف شو عندهم شو ما عندهم. والثوم في الشمس لازم يتلبس، هي ما شو هذا الثوم في الشمس. وهاي طلع ما شاء الله مطبخ دبي اللي في الورقة، مطعم على مستوى واسعاره حلوه ومناسبه، ما بها هيك المبالغات. لا 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 لا، هاي الطلبيات يوميه ما شاء الله. هذا ها شو وين ابو يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، هذا شو هذا؟ هذا لحم. الله شوف يضحك يضحك الحشو الحشو يضحك. وهذا هذا الدياي يا ربي. وهذا عنده هي شو شقايه. نعم نعم نعم، ده 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 ده. شوفوا هذا اللحم وهذا ما شاء الله الدياي. يلا غطي 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 غطي. نعم يلا إيه نعم. شوفوا شوف النظافة، شوف الترتيب، شوف التكتيك. حرية يحب التكتيك ويحب الترتيب ويحب النظافة ويحب الشيء الجديد والنظيف. هي نعم. يلا محمد يلا محمد، ركو 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 ركو. نعم عشان يوم عند الناس. هي نعم. هذا مطبخ مطابخ ومطاعم خالد حرية ما شاء الله وايد. هي نعم. يلا حط حط رزق. هي لزق 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 لزق. عدل 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 عدل. هنا عنا هاي الأرقام. رأس الخيمة فرع البداير. هاي الأرقام. اللهم صل على محمد. وهذا أبوي. الحمد لله. وأما بنعمة ربك وحدث. الله يغنينا أبوي عن فلان وعلان. لا أبوي نعم، ونحن في المطابخ أبوي مستدين الحمد لله، استوينا شغلنا كل واحد وشغله، لا نبغى منه ولا نبغى غصوب. نعم البيت عيننا على عيننا ورأسنا، واللي على قولتك الله يسهل أمورهم إن شاء الله. هذا الحمد لله رب العالمين مستدين. وهذا أبو بكر. ها أبو بكر شو أنت مستعد؟ يلا يلا ود الطلبية ود الطلبية والنظافة. شوفهم باصاتنا وشغلنا الحمد لله رب العالمين. هي من زمان هي وقفوا يا محمد. أبا مدخن يبوا لي مدخل الحين والبان يا دهدي. وهذا المطعم ما شاء الله. شوف شوف الترتيب، شوف النظافة، شوف الأناقة، شوف التكي. لا 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 شوفوا شوفوا. ما بدع به. ما أكلت؟ أكلنا حلو؟ أنت حلو. عيبك؟ أهم شيء في عرسك إن شاء الله. قول آمين. وهذا هذا بخبرك هذا منو؟ هذا هذا انت. والله انت شاطر ما شاء الله عليك. شوف هي نعمه. شوف شوف التكتيك. شوف شوف السمع. شوف شوف شغلهم. شوف تعال سارو يلا. والعين مدخن والعين مدخن يجيب لنا مدخن. نعم عيبني ريحه الدخون وريحه البخور وريحه الالبان. نعم هذا هو عياك اللي من قال انا تشوفوني ماشي اللعبه. النظافه ايش النظافه مديمات، وانا لازم ابخر واعطر من دام كم الساعه بعد عيون العرب عيون الناس وظهرهم الدوامات. وياي مطبخ دبي اللي في الورقه، مطبخ الخليجيين من مطار دبي. قالوا وين مطبخ خالد حريه؟ هذا واحد يسمونه خالد حريه شعبي شيف، نشوفه بالسناب ونشوفه بالانستغرام ونشوفه بالواتساب ونشوفه يقول تيك توك. قالوا هذا ابو الريال في الورقه معروف، هذا مواطن طباخ روحه يبقى على شغله. الناس قالوا عمي شو تقول انت؟ ها كلامي عدل؟ وين تبغى افتح مطبخ؟ وركان بلادك والله يعني مرة مرة لما تمر احد طالعين طالب مني اطبخ مطبخ مبارك وريك. مرة مرة طيب. شو قال؟ قال ابو قال هب لغريبي هب لغريبي ودق الباب في ساعة ودخلك يا ها في ساعة هب هب لغريبي ودق الباب في ساعة ودخلك يا نوخذا هيد لنا ساعة بنوادع الحب وبنشبع من وداعه ناشر.
الحين عاد ما كملت القصة. أول دخنوا بالعافية عليكم. قال هب لغريبي ودق الباب الحاي. قال هب لغريبي ودق الباب في ساعة. ساعة. ودخلك يا نو خذا هيد لنا ساعة. ومن وادع الحب وبنشبع من وداعه وناشر سفينه ونركب كلنا رباعه ناشر سفينه ونركب كلنا رباعه نار سعيره ولا فرق الولف ساعه قال نار سعيره ولا فرق الولف ساعه إيه شوف الناس اهل الفن يعرفون اهل المعاني هب لغريبي ودق الباب في ساعه والله يوعيني دخلك يا نو خذا هيد لنا ساعة وبنوادع الحب وبنشبع من وداعة قال نعشر سفينة ونركب كلنا رباعة مساكم الله بالخير والنور والسعادة ياسين على الجو الغاوي حلو الجو براد انزل خل تعال عدال آه محمد مرحب مرحب مساء الخير يا الربع لوكيشن لك ما سمك لوكيشن إلا أنت لوكيشن أربك الله شقات عارف السير زين حيا الله بلوكيشن مرحبا محمد زين طبعا وين بسير اليوم؟ القرية العالمية بس القرية العالمية اهل الجو الطيب على اهل الجو الغاوي شو يلسنا نحن عند المطابخ بعنا واشترينا وسوى خلاص خلصت دواء ما مثل غيري انا هذا اللي يدورون بتلفوناتهم ما عندهم مطاعم وشغل وغيره ماشي. هم ويا دعاياتهم ويا تلفوناتهم وقرقر وبربر اما انا لا انا 10 مطابخ عندي ما محصل فرصة ها أخوي نعم أبغى حنا تودين القرية العالمية لغايتها أرتاح وأشوف العالم والناس نعم. يقول الناس جنة ملا ناس انزين شو غنوا عليه هذا نعم شو قال عن هذا شو غنوا شاهي باستكانة سمعنا سمعنا لا سمعنا. لا يا ريال ما بدك محمد حش أنا عطني أقول شو قال ما حاضني شاهي باستكانة وشاهي باستكانة سنقيني حرية في الورقة مكانة في الورقة مكانة وابوي بد لك وشاي بس الخنت مسافرك يقولك الروح تدبع الأرواح وجنة بلا ناس ما تنداس ما تنداس والناس والكل بالله بنسير بوي وإحنا عدنا في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة القرية العالمية كل العالم موجودين والبضاعة موجودة والأناسة موجودة والشيء في دبي يقول شيء ولا سير دبي دار الحي انزين يا أبو خالد لوكيشن نعم على وين على وين ودوني على وين وصلنا نبون نتعشى فلافل بس غيرنا عاز منا يحيى ربيعنا من الشارجة وعنده دكان وكان في القرية العالمية ها وكان اسمه كباب زمان أول وأنا أحب كل شيء مال زمان أول واللي ماله أول ماله تالية هذا شوفوا قوم بتونا ايه مرة كبار محمد صور محمد زمان اول الا انا بصور بس الحريم عدايم خربات علي شفتوه وعنده كراسي بعده والكراسي والياس الشعبية عداي وين اول ما تشوفون قرية اماراتية عند المسرح مرة هالمسرح الريان هذا هو زمان اول يا حيين ما حصلنا فرد انت عشا عندك قال عمي هذا وليدي ايش حالك الحي ويا الحي والقرية العالمية ما سموها قرية عالمية العالمية
اول عمر وسبع طماشه هاي طماشه واحد يلس قوموا واستمتعوا واسعده على حيني في يوم غيرهم الغريقية الروسية ما أدري وين هذا عمي صورني حبيبي يا بعد عمري مو وين أنت حبيبي والنعم فيك لوكيش أنت على 24 ساعة تبغى تأكل صبر إنزين هذا يقولون أطول ريال في العالم تعال نوح أو هذا شقاهين الطول يا ربي شي حق مضرب هريس هالشيء شوف من واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة الحين صدقها ما بصدقي ولا واحد يصورون عنه خليلس إيه بيته 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 شوفوا شوفوا طوله يلس 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 على الكرسي بعد دوكم طيرك الله واو وقام قام 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 حاشا ودي هاي مستانسي يا مرحبتي على وغلب يا الله شو العدو شو العدو ابوي يدلع عمرك ما حد يدلعك اسعد عمرك ما حد بيسعدك والقرية العالم في دبي منو ما فيه هوا ابوي يدخن 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 طب يلا هلا بس نلاقي شعب اتورط بارد وعور روسي واخوي حسبي الله عليك يا كيشن يا ابو المصايب يا شا اسوي الله شيء ها شو بعدها اسكريم بعد نفسه لا اسكريم شو قاعد ياكلونه بعدها هاي القفشه هاي قفشه ها بسكوت بسكوت هاي نعم كل شيء موجود يا سبحان الله لكن مضاريب الهريس يا رمضان الحين يا حريم والله حريم تخبرنا ما تقولنا مضراب الهريس اللي في السوق اكلوه ريحان عادي طاخ وطاخ ده طق اما هذا مضراب الهريس قوم يطلع يطلع يا شو شو بطيء هات سكه بوزعهن حق الهريس حق المضروبه وهذا الحطب الخشب سيسم او خشب عادي ريحان شوي لا هذا ما تقول بالمضروبه هذا شوف ايه لا الهريس ايه ام كم؟ انا 50 يا ابو كم عطيتيني انا؟ عشانك عطيتك ديسكاونت كم؟ 40 اخوي بيتم 40 سنة ها؟ لأنه شجرة زيتون ش... ما زي شجرة زيتون؟ يس ها؟ بيتم بي... عمر طويل احسنتك يلا ما قصرتي ايه هاي القرية العالمية يا سي مستانسين والاجواء حلوة وعقب ما درنا حطونا عشان نوح شيل هذا الخبز طالع شو بعد بابا هذي توتر والجو بارد والمطعم متروس او مسير غير على عمر جو اطلع شوي وشوف العالم الناس من الناس اعطني خبزه